قيس القروي ناشط سياسي شارك في أغلب المحطات الثورية المعروفة من اعتصام القصبة إلى اعتصام الصمود. كان أحد أعضاء حركة النهضة ثم استقال منها، وشارك في تأسيس حزب حركة وفاء المنشق عن حزب المؤتمر ثم استقال منها. كيف رأيت يوم حرق البو عزيزي لنفسه؟ هي اللي هو الحادث تعدى كأنه في ديفير، معناتها كأنه حادث عابر كما اللي نقراهم في جرائد كل يوم. ولكن فما ماكينة خدمت، حسيناها الناس كل، حسينا اللي فما ماكينة خدمت وخلت الأحداث تكبر وتتطور وتتضخم. والتضخم تاع الأحداث صار بعد برشا، راهو ما صارش نهار 17 ديسمبر. بدأت بشوية بشوية تكبر الحكاية، بشوية بشوية كرة الثلج بشوية بشوية تكبر. وبدأت تكبر بالقداء من 25 24 25 26 ديسمبر، وقتها بدأت الحكاية تكبر. ما أهمية يومي 13 و14 من يناير في مسار الثورة؟ الليلة الفاصلة كانت ليلة 13، وقت اللي خرج بن علي وعمل تكلم آخر مرة، تكلم وخطب في الشعب التونسي. وقتها الشعب ما صدقوش، وقعدنا ليلة كاملة وحنا نحرضوا في بعضنا الناس كل باش من غدوة نخرج ونعبروا اللي احنا ماناش مصدقين السيدة ذاك وكلامه مش مقنع. ونهار 14 هبطت الناس كل، انا واحد من الناس ما رقدتش ليلة كاملة، نستنى وقتاش يجي الصباح بدقيقة ودرج. العشرة نتاع الصباح هبطت لوسط البلاد، هبطت لوسط العاصمة، وبدات العباد تجي وتعبيت ياسر. ولين من بعد البوليس تعامل بالعنف كالعادة باش فرق اللمه نتاع نهار 14 اللي ما كانتش عنيفه، راه ما كانتش فيها عنف في شارع حبيب بورقيبه، ولكن شعلت نهارتها في حي التضامن وشعلت في كل بقعه في الاحياء الشعبيه نتاع تونس كل، شعلت نهار 14 وين شعلت بالقدا بالقدا. كيف استقبلت خبر رحيل بن علي؟ ما الاول ما صدقتش، معناتها بالحق ما صدقتش، معناتها ما كنتش سخايل اللي هي باش يهرب بالطريقه هذيك وبالسهوله هذيك، خاطر سهوله كبيره ياسر. حتى حد ما كان يتصور لي بن علي باش يهرب راهو نهار 14 جانفي، حتى حد. من بعد فرحت وقت اللي تاكدت اللي هرب، فرحت ولكن قعدت خايف لا يرجع. من بعد وقت اللي بعد 24 ساعه جاوا قالوا راهو باش نطبقوا الفصل 57 وبن علي مشى نهائيا، وقتها فرحنا. ولكن حتى كان فرحنا نشوفوا في بن علي والمبزع، ومش بن علي، نشوفوا في غنوشي والمبزع وعبد الله قلال سفاح قتل ارواح، نشوفوا فيهم هما باش ياخذوا الحكم. معناتها قعدنا ماناش فاهمين كيفاش الثوره وهذوما عباد اللي بالنظام القديم باش يقعد هو اللي يحكم، معناتها هما باش ياخذوا الحكم. ولكن قبلنا، ولو فما قصبه واحد ما قبلنا والقصبه اثنين قبلنا، خاطر قلنا اللي هما بيدهم ينجموا يمكن يتحرروا من بن علي. واعتبارا للتعذر على رئيس جمهورية ممارسة مهامه بصفة وقتية، أتولى بداية من الآن ممارسة سلطات رئيس الجمهورية. ما أهمية اعتصامي القصبة 1 و2 في مسار الثورة؟ القصبة كانت حاجة لازمة، القصبة الأولى والقصبة الثانية زوز كانوا لازمين. القصبة الأولى على خاطر كنا خايفين نراو في العباد اللي كانت تحكم وقت بن علي، مازالت هي موجودة تحكم، تجمع مازال يخدم على روحه، البرلمان مازال قائم الذات، مازالت عباد في البرلمان. دونك القصبة الأولى صارت باش تخدم، يلزم الأمور تخدم، يلزم الثورة تحقق مطالبها. التجمع اش قاعد يعمل هذا هنا؟ هذاك كانت القصبة الأولى. من بعد جات القصبة الثانية، القصبة الثانية كانت ترفض للانتخابات الرئاسية. كيفاش احنا عاملين ثورة من بعد باش ننتخبوا رئيس وكيكا ومنين باش نجيبوه الرئيس هذايا وكيفاه؟ ما تجيش معناتها باش ننتخبوا رئيس حل، هو ماهوش حل. يلزم حلول، والحلول تتعدى كما قلنا بالآليات والقوانين. وقتها كنا نطالبوا بمجلس تأسيسي باش نعاودوا الدستور، آليات والقوانين. أهدافكم مجرد شعارات،
كل شيء يبدا بالشعارات، اي هدف اي انسان ولا دوله ولا منظمه يبدا بالشعارات، هو هدف. ومن بعد فما المتخصصين الاخصائيين اللي هما يحققوا الشعارات على ارض الواقع. احنا عمرنا ما قلنا احنا معناتها اخصائيين واحنا اللي باش نحققوا الشعارات، احنا مدينا المفتاح وقلنا للعباد اللي هي تدعي انها اخصائيين، قلنا لهم يعيشكم هاو اهدافنا، حقوها لنا بمعرفتكم وبكفاءاتكم. لكن هما طلعوا ما يعرفوش، ما عندهمش كفاءات. لم تكن لديكم خطة لما بعد بن علي. ما كانش فما قيادة، ما عندهاش قيادة، الثورة صارت بلاش قيادة، والثورة صارت بلاش فكر، ما كانش فما فكر، معناتها ما كانش فما تحضير مسبق للثورة بكل فكرها، معناتها بعد الثورة شنو يلزم يصير وإيديولوجيتها شنو وشنو أفكارها وكل شيء. ولكن احنا اعتبرنا اللي مهمتنا وفات في الشارع، وبدات توا المهمه نتاع المناضلين الكبار اللي كانوا يحاربوا في بن علي باش هما يحققوا الاهداف. ولكن طلعوا ما همش مناضلين وما همش كبار وما نجموش يحققوا الاهداف. الثوار هم السبب في ضياع الثوره لثقتهم بالسياسيين. الثوار ما كانش عندهم معلومات، احنا ما كناش نعرفوا الحقيقه متاع بلادنا، وتوا مازلنا ما نعرفوش الحقيقه متاع بلادنا. راهو بعد الثوره اكتشفنا اللي كنا نسخيلوهم مناضلين، واللي كنا نسخيلوهم هما اللي كانوا يحاربوا في بن علي وكانوا يدخلوا الحبس وكان بن علي يضربهم، طلعوا كلهم كانوا يخدموا مع اللي هي توا الثوره المضاده، اللي هما وقت بن علي بيدها كان نضال متاع استرزاق، يسترزقوا من نضالهم. معناتها كان بن علي حطتهم كبيادق باش يبين للعالم اللي في تونس فما تعدديه حزبيه، واللي في تونس فما معارضه وفما معارضين، ولكن في الحقيقه هما كانوا المعارضين هذوكم ياخذوا في الفلوس من عند بن علي وكانوا مستنفعين من بن علي، واحنا ما كناش نعرفوه المعطيات هذه الكل، ما كناش عندنا، اعطيناهم المفتاح وما كرناش، اعطيناهم المفتاح الغلطه اللي اعطيناهم المفتاح. الثوره اكبر من الثوار الداعين لها. لا، الموضوع مش فلت من ايديهم، الموضوع هما سلموا فيه من ايديهم، هو الموضوع ما تضخمش، هو الموضوع ضخم من قبل. ولكن احنا مستعدين نخدمه، مستعدين نعديه 24/24 نخدمه، عندنا الافكار، عندنا الكفاءات، عندنا الموارد البشريه، عندنا كل شيء. ولكن العباد اللي احنا سلمنا لهم المفاتيح ما يحبوش، ما عندهمش الاراده السياسيه باش يواجهوا المشاكل الحقيقيه. عندهم اراده باش يوصلوا للسلطه، ولكن بعد ما يوصلوا للسلطه يبداوا يستناوا في الاوامر تجي من برا وهما يطبقوا. استيقظي يا أمتي من قبل أن تتمزقي، من قبل أن تتشتتي في غربة الدرب الشقي. كل الشعوب توحدت إلا أنا، كل الجهود تكاتفت إلا أنا. شعار الثورة مستمرة أصبح غير مجد. اللي يقول اللي فدينا من الثورة والثورة يلزمها توفى، يلزم يفهم اللي الثورة ما هي ما تخدمش مصلحة الثوار، الثورة تخدم مصلحة الشعب الكل باش نمنعوا رواحنا من الوصول إلى الحضيض. دماء الشهداء ذهبت سدى. الشهداء الكل الله يرحمهم، والدماء 300 ولا 350 شهيد و1000 ولا 2000 جريح، يتسمى بالنسبة لثورة مصر ولا الثورات أخرى ولا الثورة الفرنسية يتسمى ثمن، يتسمى ثمن مازال معقول، هي معناتها روح بشرية واحدة، ثمن ما عندوش معناتها ما نجموش نقيموه بقيمة مالية. ولكن الوقت اللي التونسي يدخل المركز شرطة ويجي بوليس يضربه ويهينه ويسب له بوه ويسب له أمه ويعطيه تريحة باش تشريها انت هذيك، ما عندهاش ثمن. معناتها مستعدين نزيدوا ويلزمنا نزيدوا نضحيوا باش ننجموا نحققوا اهدافنا. دم الشهيد بهذا النصر بشرنا، فهل رأيتم دماء كلها بشر؟ لو الخلود لأمر الناس مرجعه لاستقبل القبر بالأزهار من قبروا. انهض حبيبي أنت اليوم رايتنا، فإن مثلك لم
تخلق له الحفر. ثورتكم ثورة انترنت فقط. ما خرجناش من الشارع وذهبنا للانترنت، احنا كنا موجودين في الشارع وفي الانترنت، كنا موجودين في الزوز في الشارع وفي الانترنت. ولكن وقت اللي السياسيين جاءوا قالوا لنا احنا توا باش نحلقوكم اهداف الثوره، توا باش تصير انتخابات بعد 6 اشهر ولا 4 اشهر وراهو باش ناخذوا الحكم وباش نحققوا لكم اهداف الثوره. احنا خرجنا من الشارع وقعدنا على الانترنت، مش فهمتي ولا كاو؟ تخليتم عن مبادئ الثورة وأهدافها واتبعتم نهجاً إصلاحياً. أنا يوم 13 ديسمبر 2011 خرجت من مؤتمر من أجل الجمهورية، خاطر أعتبر اللي المنصف المرزوقي وعنا هذا عندي، أنا عندي مكتوب كتابياً، المنصف المرزوقي نهار 13 ديسمبر 2011 تخلى على أهداف الثورة وتخلى على المعركة، نهار اللي تفاهم هو وحركة النهضة باش الكتلة متاع حركة النهضة تنتخبوا رئيس، هو بعث مكتوب للحزب المؤتمر قال لهم تقبلوا بكل شروط حركة النهضة في المفاوضات وتصحوا في الوثيقة، ونغصتوا عليا نهاري الأول في القصر باللغة هذه بالضبط. أنا خرجت وقتها من المؤتمر من أجل الجمهورية، انسحبت المؤتمر من أجل الجمهورية وحليت عليه حرب، شنيت حرب دامت حتى المي. وفي شهر ماي خرجنا جملة، قدمنا استقالة حقيقية مؤتمر من الجمهورية، ووقتها حلينا حركة وفاء، وحركة وفاء عاودت نفس اللي عامله مؤتمر من الجمهورية بالضبط، وانسحبت من حركة وفاء. دعمتم الثورة المضادة بانتقاداتكم الدائمة للترويكا. أنا نخدم على المدى الطويل، ما نخدمش على المدى القصير، ما فماش في السياسة ما فماش مدى قصير، ما فماش حاجة تخدم على المدى القصير. أنا اللي يهمني هو اللي يكون صاحب حق، اللي يهمني هو اللي يقول يكون المواقف متاعي مبنية على الواقع وعلى تشخيص صحيح للواقع وعلى نصرة الضعيف ونصرة الشعب. أنا ما نبنيش مواقفي حسب مواقف المعارضة ولا مواقف النهضة ولا مواقف حمى الهمامي ولا مواقف بن علي، أنا نبني مواقفي حسب واقعي وحسب شكون المظلوم وشكون الظالم. تستخدمون العنف ضد من يختلف معكم. ساعة أول حاجة، الثورة ما التجأتش العنف، في أوج العنف كان ديما البوليس هو اللي يبدأ بالعنف، مش الثوار يبدأوا بالعنف. الثورة وقت اللي البوليس ما فماش في الشارع، وقت اللي الدولة غايبة 14 15 16 17، الدولة غايبة ما فما حتى بوليس في الشارع، الثوار هما اللي حفظوا الأمن في البلاد، هما اللي عملوا لجان حماية الأحياء وكل 200 متر وعاملين براج، وهما اللي حماوا البلاد وما التجؤوش العنف. ومن بعد تبدلت المعطيات، ومن بعد جاءوا الاحزاب، والاحزاب كونت ميليشيات، والميليشيات هذيا الدعات اللي هي تابعه الثوار، ولكن ما عندها حتى علاقه باش الثوار الميليشيات هذيا. الثوار الثائر عمره ما يدخل في ميليشيا، راه مستحيل الثائر الحق يدخل في ميليشيا. انا وسط الظلمه نجمه، أنا في حلق الظالم شوكة، أنا ريح لسعتها النار، أنا روح الما نسيوش، أنا صوت الما ماتوش، نصنع من الحديد صلصال. ثورتكم تسببت في الفوضى، ومازلنا نجمو نزيدو نعملو فوضى، ومازلنا نجمو نتسببو في غياب الأمن على خاطر أهدافنا ما تحققتش. احنا مطالبنا واضحة، مطالبنا واضحة في تونس، مطالبنا واضحة، خرجنا قلنا شغل، حرية، كرامة وطنية، هذيك هي المطالب متاعنا، مطالب بريئة ومطالب تخدم مصلحة الشعب الكل، ما تخدمش مصلحة الإخواني ولا مصلحة اليساري ولا مصلحة تخدم مصلحة الشعب الكل بدون تمييز. وإلى حد اللحظة هذه مطالبنا ما تحققتش، وحتى واحد من السياسيين ما قاعد يخدم باش يحقق لنا مطالبنا، وإحنا عنا الحق باش نطالبه. معناتها صحيح اللي إحنا كنا
عملنا اعتصامات وعملنا مظاهرات وما زلنا باش نعملوا اعتصامات وباش نعملوا مظاهرات، حاجه عاديه، حاجه عاديه جدا. ثرتم لتسلموا البلاد الى الاسلاميين. احنا بعد ما عملنا الثوره اول واحد شد الحكم بعد الثوره هو محمد الغنوشي اللي هو النجم يقولوا من الازلام، ومع ذلك سلمنا له الحكم واحنا نعرفوا اللي هو من الازلام. علاش؟ خاطر احنا امنا اللي هذوكم حتى جماعه هذوكم اللي هما الازلام هما بيدهم تحروا من بن علي، هما بيدهم كانوا بن علي جاتهم على صدورهم وتحروا وباش توا يمشيوا في الطريق الصحيح. ومن بعد صارت الهيئه العليا لحمايه الثوره في تونس اللي هي شاركت فيها الاحزاب اليساريه الكل اللي موجودين في تونس، وما كانش فما احزاب يمينيه وقتها مازالوا في الخارج، مازالوا لبرا ما همش في تونس. واحنا سلمنا لهم اليوم هما المفتاح، ما سلمناش حزب يميني ولا حزب يساري، احنا سلمنا المفتاح للسياسيين، اعتبرنا وسلمنا السياسيين من مختلف الايديولوجيات، سلمناهم المفتاح واعتبرنا اللي هما اكفأ منا عندهم الكفاءه باش يحققوا الاهداف اللي احنا رسمناها واللي احنا عيطنا بها في الثوره. ولكن انا واللي وصلنا توا الحاله اللي وصلنا لها توا هذا صحيح غلطه اللي احنا سلمنا المفتاح للسياسيين مش الحزب معين، مش صحيح، للسياسيين بصفه عامه. تحالفتم مع الاسلاميين الارهابيين. كي هو يلعب يدعم الارهاب علاش خليه يرجع لتونس؟ اللي اعطيناهم احنا المفتاح علاش خليه يرجع لتونس؟ اعطاه علاش اعطاه رخصه نتاع حزب؟ مش انا اعطيته رخصه نتاع حزب، مش الثوار اعطاه رخصه نتاع حزب. اللي اعطاه رخصه نتاع الحزب هو اللي كان يحكم وقتها في البلاد واللي هما اليساريين. اليساريين هما اللي اعطاهم رخصه نتاع حزب. احنا حاطين ايدينا في دين، ما حاطين ايدينا في دين حتى حد. احنا كان عندنا مشروع والمشروع هذاك طلع في الاخر وعود انتخابيه لغير، ماهوش مشروع. وكنا نحبوا انا كقاعدي معناتها في الحزب كنت نحب نطب نوصل للاهداف اللي هي شغل حريه كرامه وطنيه فقط، ما يهمنيش انت يميني ولا يساري ولا هذا الكل لا يعني لي شيئا، ما يهمنيش، انا عندي هدف نحب نوصل فما حد شيء اخر. كل من ادعى الثوره تلوثت يده بأموال من الخارج. حاجة عادية جدا. إذا بن علي من وقت بن علي أي واحد معناتها يعارضه يشوهه. يقول ياخذ في الفلوس، يقول يسرق، يقول قلاب، يقول يجبد له ما نعرفش أنا حتى مشاكل أخلاقية وما نعرفش نوعي. إذا حاجة عادية معناتها في الحرب الإعلامية اللي احنا موجودين فيها توا واللي فيها واللي الثورة راهو معناتها يلزمنا نفهموا اللي فما وراها مصالح كبيره ياسر اللي هي مئات اللي هي عشرات الالاف المليارات واللي هي ماهيش حاجه سهله بالطبيعه باش تصير تشويه وباش يصير حرب اعلاميه وباش تصير كل شيء، كل شيء حاجه عاديه ماهيش حاجه نستغربوها. فكرتكم هدم الوطن. اخي كي نسقطوا الوطن نحن، احنا وين عايشين؟ بالكش عايش في فرنسا انا ولا عايش في امريكا، انا عايش في تونس. نسقط الوطن اللي انا عايش فيه معناتها لازم يكون مهبول. هذوما راهو الاساليب نتاع العباد المتخلفه راه معناتها ما نحبش نقول اساليب التجمع ولا اساليب بن علي، نحب نقول اساليب نظام متخلف. فرضتم الثوره على الناس. توا احنا فرضنا الثوره واسقط النظام ولا انقلاب؟ نثبتوا رواحنا ساعه. مش قلنا انقلاب معناتها مش احنا فرضنا كانوا انقلاب. باهي. حاجه ثانيه نهار 13 جانفي في الليل بن علي توجه للشعب. من غدوة الصباح الشعب التونسي كله هبط قال له لا يا خويا ما نصدقوكش اخرج ما نصدقوكش. علاش؟ على خاطر يكذب كيما يتنفس، على خاطر ما نجموش نصدقوا انسان مجرم، على خاطر ما نجموش نصدقوا سفاح. شو نصدق سفاح انا اللي هو باش يحاسب مرته واولاده وما نعرف شكون؟ يا نعم انا فهمتكم، فهمت الجميع، البطال والمحتاج والسياسي واللي طالب مزيد من الحريات. ماذا قدمت ثورتكم للمواطن البسيط؟ الثورة قدمت برشا للمواطن البسيط. الثورة قدمت أول حاجة قدمتها للمواطن البسيط هو المواطن البسيط ولا واعي بنفسه بوجوده، واعي اللي هو مواطن، واعي اللي هو إنسان عنده حقوق ساعة نبدأ بل ما كانش واعي. ثاني حاجة وصلت المعلومات للمواطن اللي كان قبل ما عنده حتى معلومة، كان قبل يعيش في الظلام. توا المواطن العادي ولا توصل له المعلومات ولا يعرف شنو يصير في الكواليس ولا يعرف شنو يصير بالأحزاب ولا يعرف شنو الفساد اللي موجود ولا يعرف وين السرقة وين النهب وين اللاوطنية وين الخيانة.
ثورتكم تسببت في الغلاء. نظام هو هذيك طريقة ردة فعله، هذيك طريقة باش يعاقبنا، باش يعاقب المواطن اللي طالب حقوقه، يغليله في المعيشة ويغليله يكرهه في حاجة اسمها الثورة. معناتها هذيك استراتيجية بداوها هم، الاستراتيجية هذه بداوها من نهار ثاني من بعد الثورة، من 15 جانفي بداوها الاستراتيجية هذه نتاع يلزمني ندمك على النهار اللي عملت فيه ثورة، يلزمني نوصلك تقول يا ليت بن علي يرجع، السفاح المجرم بن علي يرجع. هذه هي حاجة معناتها غلاء المعيشة. يا أخي أنا اللي نتحكم في الأسعار ولا المواطن يتحكم في الأسعار؟ ما هو رجال الأعمال اللي هما كانوا يأكلوا من عند النظام. الثوار يقتاتون من الثورة. الثوار الحقيقيين تعبين ياسر في حياتهم، توا ما يتكلموش ما يبكيوش. اللي تراه تقول شكون تريتو شيخ ويسترزق من الثورة، هذوكم هم الثوار، هذوكم جماعة فريدوم هاوس خدمت بيهم أمريكا وصنعوا أبطال وردوهم أبطال بالإعلام متاعهم وبنعرش شنوه، ولكن ما هم ثوار. الثوار الحقيقيين ما تراهمش في التلفزيون وما تراهمش في الراديوات وما تشوفهمش الثوار الحقيقيين. الشعب ثار تحت مطلب الخبز والماء وليس لإسقاط النظام كما حولتموها أنتم. نبدأ بساعة عندك غلطة كبيرة ياسر. كي العباد خرجوا قالوا خبز وماء وبن علي لا، معناتها احنا توا ناكلوا في الحم وناكلوا في العظم وناكلوا في الحليب كل يوم، مستعدين نوليو ناكلوا خبز وماء وبن علي لا، مش العكس، مش معناتها هابطين على الخبز، فهمت ولا لا؟ الحاجة الثانية وعزيز يحرق نفسه بالظلم بالقهر على خاطر ضربته، على خاطر هانته، على خاطر ما يراش علاش الدولة تنحيله مصدر رزقه، مش خاطر جيعان في كرشه. جعلتم الناس تكفر بالثورة. ثورة النقاوة اللي كي تحطها بجنب النظام اللي هو السواد بعينه ما تجمش تقارنها. راو الثورة عندها هدف إنساني، ما عندهاش هدف حزبي ولا هدف شخصي ولا هدف عندها هدف إنساني. ما نجموش نقولوا اللي الثوار هما اللي كرهوا العباد في الثورة، مش صحيح. راو فما نظام اللي موجود عنده عشرات السنين وعنده إمكانيات رهيبة وهو ينجم يأثر على أمخاخ العباد وعلى طريقة تفكيرهم. مستقبل الثورة. والله رؤيتي المستقبل هي اللي توا الوعي توا تحلت حرية التعبير، وحرية التعبير حتى كان باش يحاولوا يسكروها باقي تقعد صعيبة برشا باش يعاودوا يسكروها، ولو أنا نخاف بالحق بعد الانتخابات ينجموا يعاودوا يرجعوا بشوية بشوية كما كان وقت بن علي بالضبط راه بعد الانتخابات، خاطر بعد الانتخابات باش يقول لك توا عندي شرعيه وشرعيه دائمه، ما عادش وفال، يقول لك وفات توا الانتقال الديمقراطي وطوينا صفحه الثوره، حتى الثوره وفات وتوا كل واحد يشد دارهم وبلع فمك ما عاد تتكلم حد. متى تنجح الثوره؟ تنجح الثوره بشكل نهائي وكامل وقت اللي نحطوا ضمانات اليات وقوانين في الدستور وفي القانون الانتخابي وفي القوانين الاساسيه نتاعنا وفي كل بقعه اللي تضمن اللي ما فما حتى حد ينجم يظلم الشعب، ما فما حتى حد ينجم يوخر بالبلاد التالي، ما ينجم كان أبا يقعد في بلاصته ولا يقدم القدام، ويلزم تكون الضمانات هي الآليات القانونية، ما يلزمهاش تكون شخص ولا حزب، فما حتى شخص ينجم يضمن التقدم البلاد على المدى الطويل، وما فما حتى حزب، ما فما كان القوانين اللي نحطوها. أهيم بتونس الخضراء حبا فاق عن ظني، هنا أصلي وميلادي، هنا أصلي وميلادي، هنا أهلي، هنا سكني. سيدي بوزيد، معقل الثورة، جبهة الإنقاذ الوطني، ولاد صغار يلعبوا، الاتحاد العام التونسي للشغل، ما عادش منظمة وطنية، الترويكا، خونة وعملاء، اعتصام باردو، مهزلة، الهيئة العليا لتحقيق مطالب الثورة، الهيئة العليا لخداع الشعب.